السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني، أهلا ومرحبا بكم معايا النهاردة في حلقة جديدة من حلقات برنامج في بيتنا مدرسة. حلقتنا النهاردة إن شاء الله كل طلبة الدبلوم الصف الثالث الثانوي التجاري شعبة الشؤون القانونية. النهاردة إن شاء الله هتكون الحلقة الرابعة معانا لشرح مادة مبادئ قانون الإجراءات الجنائية. طبعا إحنا قبل كده عرفنا المادة وعرفنا بتتكلم عن إيه وعرفنا هي بتفيدنا في إيه في حياتنا اليومية. طيب النهاردة الحلقة الرابعة، زي ما إحنا متعودين كل مرة إن إحنا بنعمل مراجعة على الدروس اللي فاتت، بنعملها في شكل إيه؟ في شكل أسئلة مجمعة. الأسئلة دي بتساعدني إن أنا أفتكر الدروس اللي أنا خدتها قبل كده عشان أربطها بالدرس الجديد. يبقى إحنا بنعمل حلقة وصل بين الدرس الجديد وبين الدروس كلها اللي إحنا شرحناها عشان نبقى على طول فاهمين المادة وعلى طول نبقى مركزين مع المادة وعلى طول نبقى متابعين. بنعمل شكل أسئلة، وزي ما إحنا عارفين إن أنا بجيب لكم مجموعة من الأسئلة بأشكال مختلفة. ليه؟ علشان نبقى بنتدرب من دلوقتي على أسئلة الامتحان، بنعرف أشكال الأسئلة زي صح وغلط، أكمل، مصطلحات، تكلم بإيجاز، بما تفسر. ليه بنوع لكم في شكل الأسئلة؟ عشان إحنا من البداية متفقين إن إحنا لازم نكون فاهمين المادة، وطالما أنا فاهمة المادة هعرف أحل أي نوع من أنواع الأسئلة بإذن الله بأي شكل يجيني أو بأي كيفية في إيه؟ في شكل الأسئلة. تعالوا نبتدي زي ما إحنا متفقين إن إحنا هنعمل مراجعة سين وجيم على الدروس اللي فاتت قبل ما نشرح بإذن الله الدرس الجديد. السؤال الاولاني بيقول لي تعيين محل اقامه اعضاء النيابه ونقلهم خارج النيابه الكليه التابعين لها يكون بقرار من نقط بناء على اقتراح من مين وبعد موافقه مجلس مين. زي ما احنا متفقين ده سؤال بيعتمد على اني طالب فاهم، يبقى هقول له ان القرار بيكون من وزير العدل وبناء على اقتراح من النائب العام وبعد موافقه مجلس القضاء الاعلى. السؤال اللي بعده، لمين الحق في نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها؟ مين هو النائب العام؟ قلنا اللي بيعين أو اللي بينقل أو اللي بيندب أو اللي بيعمل أي إجراء داخل المحكمة، مين هو؟ هو النائب العام. للنائب العام الحق في ندب دائرة أعضاء النيابة خارج المحكمة للمعينين بها لمدة لا تزيد عن إيه؟ عن 6 أشهر، وقرار الندب ده بيتم تجديده، إنما هو قرار الندب بيبقى 6 أشهر. لمين الحق في إنشاء نيابة متخصصة بتتخصص بمباشرة نوع معين من أنواع الجرائم؟ طبعا هو وزير العدل، هو اللي ليه الحق في إن هو ينشئ نيابة بتكون مختصة بنظر أنواع معينة من إيه؟ من الجرائم. من اختصاص مين؟ الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية. الإجابة هو النيابة العامة، عشان إحنا خدنا المرة اللي فاتت النيابة العامة وعرفنا اختصاصاتها، فدلوقتي هنجيب السؤال في شكل أكمل بحيث إن أنا أبقى عارفة اختصاصات النيابة، ممكن تجيني صح وغلط وممكن تجيني أكمل. السؤال اللي بعده، من اختصاصات مين الإشراف على السجون؟ الإجابة هتكون النيابة العامة. يبقى مثلا أقول له ممكن يجيلي سؤال مثلا صح وغلط هنا، هيقول لي من اختصاص النائب العام الإشراف على السجون، هقول له غلط، هو من اختصاص النيابة العامة. يبقى احنا زي ما اتفقنا أنا فاهمة المعلومة أو فاهمة النقطة اللي قدامي، فاهمة المادة العلمية، فبالتالي أي سؤال بأي شكل هيجيلي أنا هعرف أحله لأن أنا الطالب فاهم. زي ما اتفقنا مش بس حافظة، لا أنا فاهمة، وبناء على فهمي أنا حفظت المعلومة. نشوف السؤال اللي بعده، من اختصاصات مين رعاية مصالح عديم الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن؟ الإجابة النيابة العامة. من اختصاصات مين إدارة نقود المحاكم؟ ممكن يجيني سؤال يقول لي من اختصاصات القضاء إدارة نقود المحاكم، هقول له غلط، الإجابة هي النيابة العامة. يبقى السؤال جالي صح وغلط أنا فاهم، جالي أكمل أنا هعرف أجاوبه. السؤال اللي بعده، من اختصاصات مين عرض قضايا الإعدام على محكمة النقض؟ هي اللي بترفع القضايا وخصوصا قضايا الإعدام لمحكمة النقض، هي مين؟ النيابة العامة. من اختصاصات مين إصدار الأوامر الجنائية؟ طبعا من اختصاصات النيابة العامة. سؤال صح وغلط، بيقول لي النيابة العامة تعتبر بمثابة شخص واحد في الأعمال المسندة إليهم. ليه قلنا صح؟ لان احنا اتفقنا ان المره اللي فاتت ان النيابه تعتبر كلها شخص واحد في نظر ايه؟ في نظر القرار اللي بيطلع منها، ما بيطلعش القرار يقول ايه صدر عن مثلا النائب العام او عن عضو من اعضاء النيابه العامه اللي اسمه مثلا آسر، لا طبعا بيطلع القرار باسم اعضاء النيابه العامه كلهم، فما بيطلعش القرار باسم واحد لان ما ينفعش يتم تقسيم اعضاء النيابه العامه. السؤال اللي بعده، ما يتم إنجازه بالنيابة العامة لا يصدر بأسماء أعضاء النيابة ولكن باسم النيابة العامة جميعها، اللي لسه هو شرحينه، يبقى هقوله الإجابة صح.
للنيابة العامة الحرية في إبداء الرأي أمام المحاكم. طبعا صح، قلنا إن المحاكم أو القضاة ما لهمش سلطة على إيه؟ على آراء النيابة العامة. سين، يجوز للمحاكم أن تتدخل في عمل النيابة العامة. غلط، قلنا زي ما لسه قايلين أهو، مش من حقها تتدخل في عملها، ولا من حقها تتدخل في رأيها، ولا من حقها تقول للنيابة تعمل ده أو ما تعملش ده. هنا النيابة العامة عندها استقلالية في إيه؟ في عملها أو في وظيفتها. السؤال اللي بعده، لا يجوز مساءلة عضو النيابة العامة جنائيا إذا ارتكب فعلا يجرمه القانون. لا طبعا، طالما ارتكب فعل مخالف للقانون يبقى من حق السلطة الأعلى منه إن هي إيه؟ إن هي تجرمه أو تتم مساءلته كعضو إيه؟ كعضو نيابة عامة. السؤال اللي بعده، لا يجوز مساءلة عضو النيابة العامة مدنيا إذا وقع منه أثناء ممارسته لعمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني. ما هو طبعا ده إيه؟ ما هو طبعا ده عمل، يبقى لازم يتم إيه؟ مساءلته، لأن هو عمل إيه؟ عمل هنا غش أو تدليس أو خطأ مهني، يبقى في الحالة دي لازم يتم مساءلته إيه؟ جنائيا. تقدم الشكوى نقط أو نقط سواء من المجني عليه أو وكيله الخاص. بتقدم الشكوى، قلنا يا إما شفاهة يا إما بشكل كتابة، يعني بشكل شكوى مكتوبة. وبتقدم من مين؟ سواء من المجني عليه نفسه اللي هو تم الضرر عليه أو تم حصول الضرر عليه، أو من الوكيل الخاص به اللي هو مين؟ المحامي. طب نشوف بقى السؤال بشكل تاني، بتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة سواء من مين أو وكيل أو نقط الخاص؟ هقول له من المجني عليه أو وكيله الخاص. يبقى أنا جايبه لكم السؤال بكذا شكل بحيث إن أنت تبقى شايف السؤال قدامك بيجي لك بأي طريقة، بيجي لك بأي كيفية، أنت كطالب طالما فاهم تقدر إيه؟ تحله. تقدم الشكوى إلى مين أو أحد مأموري الضبط القضائي؟ طبعا بتقدم إلى النيابة العامة عشان هم اللي بيبتدوا يحققوا في إيه؟ في الشكوى المقدمة ليهم. يجب تقديم الشكوى خلال نقط من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها. الإجابة 3 أشهر، يبقى المجني عليه معاه 3 شهور من ساعة ما يتم الاعتداء عليه أو حصول الضرر عليه، أو من ساعة ما يعرف إن حصل بالفعل اعتداء عليه، من حقه إن هو يقدم شكوى لمين؟ قلنا للنيابة العامة أو لمأمور الضبط القضائي. لمين الحق في أن يتقدم بالشكوى؟ بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص؟ المجني عليه. سين، للجاني الحق في أن يتقدم بالشكوى بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص؟ غلط، هو للمجني عليه مش للجاني، لأن هو اللي من حقه هو يتقدم الشكوى. ما هو مش معقول هبقى أنا الشخص اللي عامل الجريمة أو أنا الشخص اللي أذيت حد وأنا اللي هقدم الشكوى فيا. لا طبعا، يبقى مين اللي بيقدم الشكوى؟ المجني عليه، اللي هو الشخص اللي تم الاعتداء عليه أو حصول ضرر ليه. السؤال اللي بعده، إذا تعدد المجني عليهم فيكفي تقديم الشكوى من أحدهم؟ طبعا صح، طالما تعدد المجني عليهم واحد بس منهم اللي ممكن يقدم الشكوى. لا يشترط القانون الاستمرار في الصفة بعد تقديم الشكوى؟ لا طبعا يشترط، زي مثلا مثال اللي قلناه عليه قبل كده اللي هو الزوج تفاجأ بزوجته في حالة زنا، يبقى في الحالة دي ايه؟ لازم تفضل على ذمته او لازم تفضل علاقة الزوجية قائمة طول فترة المحاكمة لهذه الزوجة، او طول فترة الوقت اللي هو قدم فيه الشكوى. ما ينفعش يطلقها، لان في الحالة دي يبقى الايه؟ الصفة بتاعته هنا مش موجودة، يبقى لازم تفضل الصفة قائمة طول فترة الشكوى او طول فترة تقديم الشكوى بالتحقيق فيها. سين، يشترط القانون الأهلية الإجرائية في الشاكي وهي تمتعه بالقوة العقلية وبلوغه سن 12 سنة؟ لا، احنا قلنا بلوغه سن 15 سنة. السؤال اللي بعده، إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فهنا تعتبر مقدمة ضد الباقيين؟ طبعا، زي ما لسه قايلين كذا واحد مجني عليه قدم واحد فيهم الشكوى، بتعتبر مقدمة منهم كلهم. طب هنا تعدد المتهمون والشكوى اتقدمت ضد واحد منهم، يبقى كأنها اتقدمت ضد مين؟ باقي المتهمين. السؤال اللي بعده، يشترط تقديم الشكوى ضد شخص معين بالذات سواء باسمه أو بصفته؟ هقول له صح. ليه؟ هو أنا دلوقتي نهى هي المتهمة في القضية، لو أنا جيت اشتكيت نهى وأنا ما روحتش قدمت إيه؟ ما قلتش بياناتها أو ما قلتش اسمها في الشكوى، هيجي جهة التحقيق اللي هي النيابة العامة هتقولي طب أنا هشتكي مين؟ طب أنا هروح حقق مع مين؟ طب أنا هستجوب مين؟ طب أنا هجيب مثلا شهود ضد مين؟ ما هو طبيعي كل ده مش هيحصل. يبقى عشان النيابة العامة أو جهة التحقيق تقدر توصل للجاني وتقدر توصل لموضوع الجريمة وتدين الشخص ده اللي أنا مقدمة ضده الشكوى، لازم يكون مبدئيا إيه؟ أنا مقدمة بيانات الشاكي اللي هو الشخص اللي أنا مقدمة ضده الشكوى، أنا كشاكي لازم أكون مقدمة بياناته واسم الشهرة بتاعه، وأكون مقدمة موضوع الشكوى طبعا، ويكون واضح بالنسبة لمين؟ للنيابة العامة.
السؤال اللي بعديه، لمين او وكيله الخاص الحق في التنازل عن الشكوى؟ الاجابه المجني عليه. هو ينفع الجاني اللي هو اساسا الجاني اللي هو عمل الجريمه، الجاني اللي هو ضرني، الجاني اللي هو اذاني، هل ينفع عند الجاني ده يتنازل عن الحق في الشكوى؟ لا طبعا. ليه ما ينفعش؟ هو انا دلوقتي اللي عملت الجريمه يبقى انا ينفع اتنازل عنها؟ ده انا اللي تم شكوتي، انا اللي اشتكوني، يبقى في الحاله دي ما ينفعش ان انا اتنازل. مين الوحيد اللي ليه الحق ان هو يتنازل؟ المجني عليه، اللي هو الشخص اللي قدم اصلا الشكوى، انا اللي قدمتها وانا اللي من حقي ان انا اقول ايه؟ بتنازل عنها، او مين؟ او وكيل الخاص اللي هو المحامي بتاعي. السؤال اللي بعده، التنازل عن الشكوى يكون في اي وقت طالما لم يصدر حكم بات او نهائي؟ طبعا، لان طالما صدر حكم نهائي او بات ما ينفعش يتم التنازل عن الشكوى. يترتب على تنازل المجني عليه او وكيله الخاص اللي هو المحامي بتاعه عن الشكوى انقضاء الدعوى الجنائيه. طبعا بتنقضي الدعوى الجنائيه، بس عايزين نفتكر حاجه مهمه جدا لان ممكن تيجي لك في الامتحان، بيتنازل عن الدعوى الجنائيه انما هل بيتنازل عن حقه؟ لا، الحق هنا بيفضل قائم او حقي بيفضل موجود كمجني عليه من حق ان انا ارفع القضيه بعدين، انما هنا انا بتنازل بس عن اجراءات الدعوه او ايه؟ او عن الدعوه. يترتب على تنازل المجني عليه او وكيله الخاص عن الشكوى انقضاء ايه؟ بتنقضي الدعوه الجنائيه، انما مش الحق زي ما لسه قايلين. طيب يجوز الادعاء المباشر في الجرائم التي تختص بها محاكم الاحداث او المحاكم العسكريه او المحاكم الاستثنائيه؟ لا طبعا لا يجوز الادعاء المباشر فيها. يجوز الادعاء المباشر اذا كانت الدعوه موجهه ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمه وقعت منه اثناء تاديه وظيفته او بسبب تاديه وظيفته. لا طبعا ما ينفعش يكون الادعاء مباشر ضد ايه؟ ضد هذا الموظف العام او المستخدم العام. السؤال اللي بعده، ترفع الدعوه المباشره بطريقه التكليف بالحضور من قبل مين؟ المدعي المدني. يبقى الدعوه المباشره بترفع عن طريق مين؟ المدعي المدني. هنفتكر تاني المدعي المدني والمدعي الجنائي. المدعي المدني اللي هو مين؟ المدعي المدني هو اللي بيرفع القضية بيطالب بتعويض. امتى بطالب بتعويض؟ لان حصل الجريمة وبناء على الفعل اللي حصل في الجريمة انا ترتب عليه ايه؟ حدوث ضرر ليا. يبقى انا بطالب بايه؟ بتعويض نتيجة حدوث ضرر. الضرر ده حصل لي من ايه؟ من الفعل اللي تكون منه ايه؟ جريمة جنائية. عشان كده في الجريمة او في القضاء بيكون في ايه؟ شقين زي ما قلنا قبل كده، مدني وجنائي. انا بطلب في الشق الجنائي ان يتم الحبس، يتم السجن، يتم الاعدام، ايا كان العقوبه اللي انا ايه اللي بينص عليها القانون اللي انا بطلب بيها. اما المدني انا بطلب بس تعويض ايه؟ مادي، اللي هو الفلوس نتيجه الضرر اللي حصل لي. طب السؤال اللي بعده، اذا ترك المدعي دعواه المدنيه فان ذلك يؤثر على الدعوه الجنائيه؟ لا طبعا، احنا لسه متفقين دي حاجه ودي حاجه، الشق المدني غير الشق الجنائي. فانا تركت الدعوه المدنيه فالدعوه الجنائيه مش بيتم ايه؟ تركها او مش بيؤثر عليها. السؤال اللي بعديه، يجب ان يكون المتهم او الجاني في الدعوه الجنائيه شخصا معنويا لا طبيعيا. لا طبعا، هو بيكون شخص طبيعي مش شخص معنوي. يجب ان ترفع الدعوه الجنائيه على شخص قانوني على قيد الحياه وخاضعا للقانون المصري، وطبعا بيكون متمتع بالادراك وقت تحريك طبعا الدعوه. هقول له الاجابه صح. إذا توفى المتهم قبل تحريك الدعوة الجنائية أو رفعها وجب عدم رفعها، طبعا لأن أساسا المتهم توفى، يبقى هنحكم على مين؟ يبقى الإجابة صح. السؤال اللي بعده، إذا توفى المتهم بعد تحريك الدعوة الجنائية أو رفعها فتتوقف بقوة القانون ولابد أن تحكم المحكمة بإنقضائها؟ طبعا صح. يكون الحكم على من توفى من المتهمين قبل إصدار الحكم منعدما ولا يحوز أدنى حجية، طبعا لأن هو خلاص توفى المتهم. تنقضي الدعوة الجنائية في مواد الجنايات بمضي قد ايه؟ بمضي 10 سنين من يوم وقوع الجريمة، يعني عدوا 10 سنين مش من حق ان انا ارفع الدعوة الجنائية او اطالب بتطبيق القانون. طب الدعوة بقى الجنائية في مواد الجنح بتنقضي بقد ايه؟ بثلاث سنوات. طيب في المخالفات بتنقضي بقد ايه؟ بمضي سنة. ما هو المقصود بالعفو عن الجريمة؟ ده ممكن يجيني تعريف ممكن يجيني اكمل. هيقولي العفو عن الجريمة هو نقط، هقول له هو العفو الشامل اللي بيمحو عن الفعل وصف الجريمه، ما بيبقاش الفعل ده اسمه جريمه، ولا يكون طبعا الا بالقانون، العفو ده ما بيكونش الا بالقانون، وبيترتب على صدوره انقضاء طبعا الدعوه ايه؟ الجنائيه. طب العفو العيني عن الجريمه بينصرف الى ايه؟ الى جرائم معينه، اما العفو الشخصي بينصرف الى اشخاص معينين. السؤال اللي بعده، يكون الحكم باتا اذا استنفذ جميع طرق الطعن ومنها الطعن بالنقض. هقول له الاجابه صح.
يشترط في الضرر الموجب للتعويض ان يكون محققا. طبعا لازم يكون الضرر بالفعل حصل، ما ينفعش اتكلم على ضرر مستقبل، ما ينفعش اتكلم على حاجه هتحصل لي، تهديد جالي مثلا. طب هل التهديد ده لما جالي حصل لي بالفعل ضرر ما حصليش ضرر؟ يبقى في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ مش من حقي ان انا اطلب تعويض. يبقى لازم لما اطلب تعويض يكون الضرر محقق او الضرر يكون بالفعل حصل. السؤال اللي بعده، يكون الضرر مادي اذا مس الاعتبار الادبي اللي هو مس الشخص نفسه او شرفه او سمعته؟ لا طبعا ده اسمه ضرر ادبي. طب يكون بقى ناكس السؤال، بيكون الضرر ادبي لو مس الذمه الماليه للمجني عليه؟ لا، هقول له هنا الضرر ادبي مادي. طيب ليس للمحاكم الجنائيه ولايه فيما يتعلق بالوقائع التي لم ترفع عليها الدعوه؟ طبعا ما انا ماليش علاقه كمحكمه جنائيه بوقائع او بموضوعات ما اترفعتش بناء عليها القضيه، يبقى في الحاله دي انا مش من حقي ان انا اتطرق ليها، او مش من حقي ان انا كقاضي ان انا اتدخل فيها او ان انا اروح ليها. ليه؟ لان اساسا ما تمش بناء عليها الشكوى، انا بس بنظر في الموضوعات اللي تم الشكوى فيها. ليس للمحكمة الجنائية أن تخلط بين خطأ المتهم وخطأ المسؤول المدني، طبعا مش من حقها. يبقى الإجابة صح. على النيابة العامة أثناء التحقيق الابتدائي إن هي تفصل في قبول الإدعاء المدني خلال قد إيه؟ خلال 3 أيام من الإدعاء. إذا تم رفض الإدعاء المدني من قبل النيابة العامة فيجوز الطعن في ذلك أمام محكمة إيه؟ الجنحة المستأنفة. خلال قد إيه؟ خلال 3 أيام من وقت إعلانه بالقرار. يجوز الادعاء مدنيا لاول مره امام الدعوه الجنائيه في اي حاله بتكون عليها الدعوه طالما ما اتقفلش باب المرافعه، يبقى لحد بس قفل باب المرافعه هقول له صح. يجوز للمضرور ان هو يرفع دعواه المدنيه عشان يطالب بالتعويض امام المحكمه المدنيه، هنا بيطبق القانون ايه بقى؟ المرافعات المدنيه والتجاريه. ترك الدعوة المدنية يعني التنازل عن أصل الحق؟ لا طبعا، زي ما لسه قايلين بيعني التنازل عن الدعوة مع أني بتمسك بأصل الحق بتاعي من الحق أن أنا أرفعه في أي وقت تاني. طب يكون التنازل عن الدعوة المدنية حقيقيا بعدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيل عنه وعدم إبداء طلباته بالجلسة؟ طبعا ده يعتبر إيه؟ يعتبر تنازل حكميا. هنا هو ما راحش الجلسة ولا قدم عذر على الرغم من ان هو تم اعلانه، انا ولا قدمت عذر ولا رحت الجلسه في اول مره واديت طلباتي كمدعي او كرافع القضيه، انا ما خليتش المحامي بتاعي هو اللي يروح، انا ما اعتذرتش بعذر مقبول عن حضور الجلسه، يبقى في الحاله دي ايه؟ هل انا قلت صراحه ان انا مش عايز احضر الجلسه او هتنازل عن حقي، ولا ده يعتبر حكميا؟ يعني بيعتبر ان انا تنازلت عن ايه؟ عن الجلسه. طيب يترتب على ترك الدعوة المدنية التنازل عن كافة إجراءاتها التي باشرها المدعي أمام طبعا القضاء الجنائي، هقول له الإجابة صح. منع وقوع الجريمة من اختصاص الضبطية إيه؟ الضبطية الإدارية. ليه؟ لأنها بتكون مكلفة بالحفاظ على الأمن والنظام العام. يتعين على مأمور الضبط القضائي إن هو يتقيد بحدود اختصاصه طبعا النوعي والمكاني على حسب نوع القضايا اللي هو مختص بيها والمكان اللي مسموح فيه إن هو يباشر فيه نشاطه. يحق للنائب العام توقيع جزاء على اي من مأموري الضبط القضائي او انه يرفع الدعوه التاديبيه عليه؟ لا طبعا ما بيحقش للنائب العام ده، قلنا ان هو بيعمل ايه؟ بيرفع مذكره للجهه اللي اعلى من مأمور الضبط القضائي عشان يتم التحقيق معاه او يتم ايقافه او يتم ايه؟ يتم الفصل في موضوع المخالفه اللي هو عملها. اذا صدرت النيابه العامه امر، اذا اصدرت النيابه العامه امر بحفظ الاوراق وجب عليها ان هي تعلنه الى المجني عليه فقط؟ لا طبعا، الى المدعي بالحقوق المدنيه مش بس المجني عليه. يحق لاي عضو من اعضاء النيابه ان هو يصدر الامر بحفظ الاوراق او يلغيه؟ طبعا صح. يشترط ان يكون امر حفظ الاوراق الصادر من النيابه العامه مسببا، لا مش شرط ان هي تكون قايله سبب. سين، يعتبر وجود مانع من المسؤوليه او مانع من العقاب من الاسباب الموضوعيه لامر حفظ الاوراق؟ لا، هو من الاسباب القانونيه. السؤال اللي بعده، يعتبر عدم كفاية الأدلة ومعرفة الفاعل من الأسباب القانونية لأمر حفظ الأوراق؟ لا، ده من الأسباب الموضوعية. يعتبر عدم انطباق الفعل على نص تجريم من الأسباب القانونية لأمر حفظ الأوراق؟ طبعا صح، ده سبب قانوني. السؤال اللي بعده، يعتبر توافر أسباب الإباحة من الأسباب القانونية لأمر الحفظ؟ طبعا صح. يعتبر انقضاء الدعوة بالتقادم من الأسباب الموضوعية لأمر حفظ الأوراق؟ لا طبعا، ده من الأسباب القانونية. يعتبر سبق الفصل في الدعوة من الأسباب الموضوعية؟ لا، ده من الأسباب القانونية.
السؤال اللي بعديه، يجوز صدور قرار ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق من أجل جريمة ستقع في المستقبل؟ لا طبعا، هو في شأن جريمة ارتكبت فعلا، ما ينفعش يكون جريمة لسه ما حصلتش. السؤال اللي بعديه، يصدر قرار الندب لأحد مأموري الضبط القضائي مكانا فقط؟ لا، هو مكانا ونوعيا. يجوز تنفيذ قرار ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق أكتر من مرة وبينتهي مفعوله طبعا بالقيام بالإجراء المطلوب؟ لا، هو مرة واحدة وبينتهي مفعوله فعلا بانتهاء الإجراء المطلوب. هنعرف القبض. هو إيه القبض؟ هو إني بسلب حرية الشخص بإن أنا بكون بإيداعه في مكان معين بيتم حجزه فيه عشان أمنعه من إنه يفر، يعني يهرب. ليه؟ عشان امهد لسماع اقواله ويتم ايه؟ يتم استجوابه، يتم مواجهته بالشهود، يتم التحقيق معاه، يتم مواجهته فيما هو منسوب ايه؟ اليه. يعطى الحق لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في حاله ايه؟ في حاله التلبس. طب ايه هي شروط القبض بقى؟ 1، ان تكون الجريمه في احدى حالات التلبس. 2، ان تكون الجريمه جنايه او جنحه وبتزيد العقوبة المقررة عنها في الحبس عن كام؟ عن مدة 3 أشهر. 3، أن يكون المتهم موجود في محل الواقعة اللي هو محل الجريمة ويمكن تنفيذ القبض عليه فورا. 4، وجود دلائل كافية على الاتهام. وهنا تقدير أن الدلائل دي كافية أو مش كافية بيرجع لمين؟ لمأمور الضبط القضائي تحت سلطة أو تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع. مين هي سلطة التحقيق؟ هي النيابة العامة ومحكمة الموضوع اللي بتنظر القضية. طب اذا لم يكن المتهم حاضر، جاز لمأمور الضبط القضائي ان هو يصدر امر بايه؟ بضبطه واحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. الامر بالضبط والاحضار بينفذ ايه؟ جبرا. ما ينفعش اقول له انا بخيره انا هقبض عليك ولا لا. لا، هنا الضبط والاحضار بيتم جبرا وبيعتبر قبضا على المتهم. يتعين بقى على المأمور ان هو يسمع اقوال المتهم، فان لم ياتي بما يبرئه، يعني انا ما جبتش اي دليل يبرئني، برسله الى في مدة قد ايه؟ 24 ساعة الى النيابة المختصة عشان يتحقق معاه. يظل امر الضبط والاحضار نافذ لمدة قد ايه؟ 6 أشهر من تاريخ صدوره، والا يتعين تجديده لمدة تانية. لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس ان هم يحضروا المتهم ويسلموه الى اقرب مأمور من مأمور الضبط القضائي. طبعا صح. تعالوا بقى ناخد الدرس الجديد بتاعنا النهاردة اللي هو عنوانه سلطة مأمور الضبط القضائي في التفتيش. اول حاجة هنعرف التفتيش. التفتيش ان انا كمأمور ضبط قضائي بيجيني شكوى او بيتقال لي ان في جريمة وقعت، سرقة، قتل، وحيازة مواد مخدرة، ايا كان نوع الجريمة. انا كمأمور ضبط قضائي بنتقل الى المكان او الواقعة اللي حصلت فيها الجريمة وببتدي افتش. يعني ايه برضو افتش؟ افتش معناها ان انا ببحث عن الادله، بشوف لو في اي دليل، في بصمات، في اثار موجوده، في حاجات، الحاجات دي ممكن تفيدني في ان انا اقدر اوصل للمتهم او اقدر اوصل للجاني في الجريمه. يبقى في الحاله دي انا بفتش. هنشوف تعريفه دلوقتي. معناه ان انا بروح لمكان الواقع او مكان الجريمه، ببحث عن اي دليل هيفيدني انا كمأمور ضبط قضائي، وهكتبه طبعا في المحضر عشان يفيد مين؟ يفيد النيابه العامه اللي هي جهه التحقيق، فانها تقدر توصل للجاني بسهوله، وده يعتبر دليل على ايه؟ على الجاني. يبقى نشوف التعريف. هو البحث عن ادله تفيد نسبه الجريمه التي وقعت لمرتكبها. بنسب الجريمه لشخص اللي هو اللي عملها، اللي هو المتهم، سواء كان محل التفتيش شخص المتهم او مسكنه. انا بفتش الشخص نفسه، وهنعرف دلوقتي ايه الضوابط بتاعته، وهنعرف ضوابط تفتيش المساكن. يبقى انا بفتش الشخص او بفتش ايه؟ المسكن. طيب التفتيش بقى يعد اصلا عملا من اعمال التحقيق لا يعطى الا للمحقق ولمن يندبه للقيام به. انا كمحقق اللي بنتدب حد، بنتدب مأمور من مأمور الضبط القضائي، بقول له روح فتش المكان ده. يبقى انا كمحقق اللي بعمله او كنيابة عامة او بنتدب حد ان هو ايه؟ يروح يفتشه. يشترط ان يصدر امر التفتيش من القاضي المختص او مين؟ او من النيابة العامة. يجب ان يكون الامر القضائي مسبب. ما انا ما ينفعش اجي افتش نهى، ما ينفعش اجي افتش بيت نهى من غير ما يكون في معايا امر من القضاء او امر من النيابه ويكون مكتوب فيه السبب. هو انتوا جايين تفتشوني ليه؟ او انتوا بتفتشوني ليه؟ ما هو لازم يكون في سبب. يبقى لازم يكون الامر ايه؟ مسبب. طب تفتيش الاشخاص بقى، ايه هي الحالات اللي اجاز فيها القانون لمأمور الضبط القضائي ان هو يفتش المتهم؟ اول حاله، في الاحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي طبعا ان هو يفتشه. ما هو قبض عليه يبقى يفتشه.
إذا كان بقى المتهم أنثى لازم يتم تفتيشها عن طريق مين؟ أنثى زيها. ليه؟ ده مراعاة للحرمات وده القانون والدين اللي بيقولوا عليه. يبقى ما ينفعش رجل هو اللي يفتشها أو مأمور ضبط قضائي رجل هو اللي يفتش الأنثى، لازم يتم التفتيش عن طريق مين؟ أنثى زيها، ويكون طبعا بمعرفة مأمور الضبط القضائي. من حق مأمور الضبط القضائي إن هو يفتش المتهم لو كان في الجريمة في حالة طبعا تلبس، أنا مسكت المتهم متلبس أو المجني الجاني متلبس، يبقى في الحالة دي من حق إن أنا أفتشه. وهنا بتصدر النيابة العامة أمر بالقبض عليه بناء طبعا على طلب من المأمور، لأن هو عارف إن في شكوى حصلت وعارف إنه هيروح يقبض عليه في حالة تلبس، فبياخد أمر من النيابة بإيه؟ بالتفتيش. طب التفتيش بقى اللي بيجريه مأمور الضبط القضائي بيعتبر من إجراءات الاستدلال اللي بتستهدف إن هو بيتحرى عن الجريمة وعن مرتكبها. الحالة الثانية، يجوز لمأمور الضبط القضائي إن هو طبعا يفتش المتهم. إمتى؟ إذا قام أثناء تفتيشه للمنزل قرائن قوية. يعني إيه قرائن؟ يعني في بعض الحاجات بتدل بشكل قوي جدا إن الشخص ده عمل الجريمة، أو إن في حد معاه في البيت عمل الجريمة أو ليه يد في الجريمة أو مشترك فيها. يبقى لازم يكون في قرينة، يعني يكون في حاجة بتدل على إن يا إما الشخص ده عمل الجريمة اللي موجود في المسكن ده اللي هو صاحب المسكن، أو شخص موجود معاه في المسكن ليه يد أو مشترك في الجريمة أو هو اللي عملها. يبقى امتى في الحالة دي بيفتشوا؟ إذا قامت أثناء تفتيش المتهم أو منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على إنه معاه شيء بيخفيه بيفيد في كشف الحقيقة، وهنا بيجوز لمأمور الضبط القضائي طبعا إن هو إيه؟ يفتشه. طب تفتيش بقى المسكن بينصب عليه، يعني تفتيش المسكن بينصب على المسكن نفسه، بيتم تفتيش المسكن نفسه وعلى كل المنقولات اللي موجودة فيه اللي هي أي عفش أي شيء موجود جوه البيت، وما بيتعداش الأشخاص الموجودين فيه. ليه؟ لأن حرية الشخص متفصلة عن جرم منزله. لو أنا هنا معايا الأمر بتفتيش المنزل، فمش من حقه أنه هو يفتش الشخص إلا لو لقى فيه قرينة قوية جدا بتقول أن الشخص ده معاه شيء يفيد في الجريمة أو يفيد في كشف الجريمة والمرتكب. إنما مفيش أي شيء مع الشخص ده أو أي شبهة عليه، يبقى أنا مش من حقي أن أنا أفتشه، أنا بس بفتش إيه؟ المسكن بتاعه. طيب يجوز بقى لمأمور الضبط القضائي عند قيامه بتفتيش مسكن أن يفتش المتهم ومن يتواجد فيه أثناء التفتيش، من حقه طبعا يفتشه، بشرط زي ما لسه قايلين يكون في قرينة قوية على إنه بيخفي معاه شيء بيفيد في كشف الحقيقة. طب تقدير بقى إن القرائن دي بتفيد في كشف الحقيقة، هل هي كافية لكشف الحقيقة أو لأ؟ ده بيرجع لمأمور الضبط لأنه هو اللي رايح لمكان الجريمة وبيفتشه، على أن يكون تقديره خاضع لمين؟ لرقابة سلطة التحقيق اللي لسه قايلين عليها اللي هي النيابة ومحكمة الموضوع. طب المقصود بقى بشخص المتهم مين هو؟ ينصب بتفتيش المتهم على جسمه، أقدر أقول له افتح بقك أشوف إيه اللي فيه، ممكن يكون فيه موس مثلا، آلة حادة، ممكن يكون فيه مادة مخدرة مخبيها، هقول له هفتش لبسه، ممكن يكون مخبي في بقه حاجة، مخبي في لبسه حاجة، وبيشتمل على اعضاء جسمه الداخليه. من حق مامور الضبط القضائي ان هو يفتش زي ما لسه قايلين سواء فمه سواء لبسه سواء اعضاء جسمه الداخليه عشان يستدل منهم على اي شيء يفيد ايه في اظهار الحقيقه. يجوز اجراء غسيل للمعده لو كان فيها اي ماده من المواد المخدره. طبعا ده بنعرف ساعتها ازاي؟ بيطلع تقرير من الطب الشرعي اللي قاموا بعمليه غسيل المعده اللي هم الاطباء، يبقى في الحاله دي اسمهم خبراء. الخبراء دول اللي هم خبراء طب شرعي بيعملوا له عمليه غسيل معده وبيكتبوا تقرير بايه اللي تم اللي هم لقوه داخل معدته. اذا كان في مواد مخدره يبقى في الحاله دي الشخص ده متهم بالجريمه دي. يشمل التفتيش كل شيء بيحمله الشخص من حقائب ولفائف، وكذلك بيتم تفتيش السياره الخاصه بتاعته وايه والمتجر. طب تفتيش الانثى بقى اللي زي ما لسه قايلين لازم طبعا صيانه للاعراض والحرمات، ان لازم يتم التفتيش الانثى عن طريق مين؟ انثى زيها. طب هنا بقى القانون بيقول لي ايه؟ لازم يتم ذكر اسم الانثى اللي فتشت الانثى دي. ليه باخد بياناتها؟ عشان هتيجي قدام القضاء ممكن يستدل بارائها واطلب شهادتها امام المحكمه، يبقى في الحاله دي هجيبها منين وانا ما اعرفهاش؟ لا، هنا بقى طالما انا ذكرت اسمها وبياناتها هقدر اوصل لها بسهوله واقدر اجيبها لو انا محتاجه كنيابه عامه او كمحتاجه قضاء ان انا اسمع اقوالها او اسمع شهادتها. طيب تنفيذ بقى التفتيش، بيشترط هنا القانون ان يجري التفتيش احد مأموري طبعا الضبط القضائي زي ما لسه قايلين، وبيحق لمأمور الضبط هنا ان هو ينفذ التفتيش اينما وجد هذا الشخص اللي هو الشخص اللي هنفتشه، ما دام المكان اللي جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة من اصدر الامر ومن نفذه.
طب لم يشترط القانون هنا لصحه التفتيش المتهم حضور شاهدين؟ هنا بيقول لي مش شرط ان يكون في 2 شهود او في شاهدين، ولكن هنا تطلب ذلك عند تفتيش المسكن. هنا بيقول لي ان لازم يكون حاضرين 2 شهود، ولكن حضورهم وقت التفتيش، عدم حضورهم ما بيترتبش عليه ايه؟ البطلان. يبقى حضورهم وقت التفتيش مش بيترتب عليه بطلان التفتيش. طب تفتيش بقى المساكن زي ما لسه قايلين ليه ضوابط معينه. اول حاجه سلطه مامور الضبط القضائي في تفتيش مسكن المتهم. تفتيش مسكن المتهم عمل من اعمال التحقيق ما ينفعش الا لمين؟ لسلطه التحقيق ولمن تنتدبه او بتاذن ليه بان هو مين؟ يفتش المسكن. يشترط ان لا تلجا سلطه التحقيق لتفتيش مسكن المتهم الا بناء على مين؟ على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جنايه او جنحه، او اذا وجدت قرائن طبعا بتدل على ان الشخص ده ما يحوز شيء او معاه شيء بيتعلق بالجريمه. طب يجب ان يكون امر التفتيش ايه؟ مسببا، زي ما لسه قايلين ما ينفعش اجي افتش حد ولا هو ولا بيته الا لما يكون معايا امر التفتيش ومكتوب فيه السبب. انا جاي افتشك ليه؟ بناء على السبب ده اللي هو صادر من جهه التحقيق او من القضاء هقدر افتش الشخص سواء هو او بيته. طب المقصود بقى بالمسكن هو المكان اللي اعده الشخص وبيكون حائزه لاقامته والذي يقيم فيه الساكن فعلا او المعد للسكن. هنعرض دلوقتي ان مش شرط اكون انا مالك البيت، انا ممكن اكون مالك وممكن اكون مؤجر، المهم ان يكون المكان معد للسكنه وانا ساكنه به بالفعل. في الحاله دي اسمه مسكن ويتم ايه؟ يتم تفتيشه بناء على طلب من النيابه العامه او من قاضي الموضوع. لا يشترط زي ما لسه قايلين هو يكون حائز، ممكن يكون المالك وممكن يكون مستاجر. طب الاماكن بقى الخاصه غير المسكن زي المتجر وعياده الطبيب ومكتب المهندس او مكتب المحامي برضو يتم تفتيشها طالما هي ايه؟ طالما اشياء متعلقه بهذا الشخص او بيستعملها او ملكه. طب تفتيشها بيرتبط بصحه تفتيش الحائز، يبقى انا لما بفتش الشخص بلاقي ان الشخص بالفعل معاه اشياء بتفيد في وقوع جريمه، يبقى من حق ان انا افتش المتجر او المحل او السياره بتاعته او اي شيء خاص، او بفتش المكتب بتاعه سواء محامي او مهندس. فكلما كان التفتيش صحيحا بيجوز تفتيش ايه؟ الاماكن. طب حاله التلبس لم تعد تجيز لمامور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم. امتى؟ لمامور الضبط القضائي في حاله التلبس بجنايه او جنحه ان هو يفتش منزل المتهم وبيضبط كل الاشياء او الاوراق اللي بتكون موجوده فيه. ليه؟ عشان هي بتكشف في ايه؟ في كشف الحقيقه. يبقى اذا اتضح ليه من امارات قويه ان الاشياء دي موجوده من حقه ان هو يفتش ايه؟ مسكن المتهم. طب للمسكن بقى حرمه زي ما لسه قايلين ما ينفعش دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب، وده طبعا وفقا لاحكام القانون. الرضا بقى بالتفتيش لحمايه حرمه المسكن، فان القانون هنا اشترط التفتيش بالرضا، يعني لازم يكون صاحب المكان ده اللي انا راح افتشه لازم احصل على موافقته الاول. ما ينفعش ان انا اقول له ايه انا جاي افتش بيتك يا نهى فانا ساكته، لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لازم ارد صراحه بان انا موافقه على التفتيش. ما ينفعش ان يتم التفتيش جبرا او بدون رضايا، او ما ينفعش ان انا اسكت ويعتبر السكوت هنا رضا، لا لازم اوافق صراحه ان انا موافقه على التفتيش. ليه؟ لمسكني او لبيتي. لازم ان يصدر الرضا من الحائز الفعلي للمسكن او اللي بيحل محله لو انا ما كنتش موجوده، زي مثلا الوالد او الوالده. طب تفتيش بقى، تنفيذ التفتيش بيتم ازاي؟ هنا تفتيش المسكن المتهم في حالة التلبس لم يعد لمأمور الضبط القضائي ان هو يقوم به، لذلك فان قواعد تنفيذ التفتيش هنا بتتعلق بالتفتيش الذي يجرى بناء على ندب مأمور الضبط للقيام به. هنا انا دخلت لقيته في حالة تلبس، هل في الحالة دي انا كمأمور ضبط قضائي ما بفتشوش؟ لا طبعا بفتشه. ليه؟ انا دخلت لقيت المتهم ايه؟ معاه مثلا السكينه اللي قتل بيها، معاه الحبل اللي دخل بيه البيت وسرق بيه، معاه الحاجات اللي هو سرقها، يبقى في الحاله دي ايه؟ انت في حاله تلبس كمتهم، يبقى في الحاله دي من حقي ان انا كمأمور ضبط قضائي اقوم بتفتيشك كايه؟ كمتهم. طيب هنشوف بعد كده بقى الاذن الصادر من النيابه بتفتيش منزل المتهم ما بيشملش شخصه، احنا لسه قايلين ما بيشملش الشخص هو المكان بس. وقلنا امتى بيتم تفتيش الشخص؟ لو في قرائن قويه بتقول ان في معاه حاجات بتفيد في الوصول للمجني على الجاني او في الوصول للمتهم. الخطا في اسم الشخص بقى هنا في الامر الصادر، يعني انا طلعت الامر الصادر بالقبض او بالتفتيش وكتبت الاسم غلط، هنا الخطا في الاسم بقى وتفتيش مسكنه ما بيعتبرش هنا في بطلان.
ليه؟ طالما المحكمة ثبت ليها ان الشخص ده اللي هو تم تفتيش مسكنه هو بالفعل الشخص اللي مقصود من التفتيش. لا يجوز ان يتم التفتيش او يجري بمنزل المتهم غير مأمور الضبط القضائي، هو طبعا الاول اللي بيروح يعمل ايه؟ بيروح يعمل عملية التفتيش. ليه؟ ان هو يستعين بالمرؤوسين بتوعه اللي هم اللي شغالين تحت اشرافه، لان من رجال السلطه العامه اللي هم يعتبروا بيعملوا تحت اشرافه من حقه ان هو يستعين بيهم في عمليه التفتيش. طب يجب بقى ان يتقيد التفتيش بالبحث عن كل الادله اللي هي ادله الجريمه اللي بتصدر الاذن بتفتيش المسكن بسببها. ما احنا قايلين بقى ان الاذن بالتفتيش لازم ايه؟ يطلع مسبب. يبقى هيطلع مسبب ليه؟ عشان مكتوب فيه ان بالفعل لازم يتم تفتيش عشان حصلت جريمة. يبقى في الحالة دي التفتيش يبقى بناء على ايه؟ بناء على السبب اللي موجود في امر التفتيش. بدور على كل الادلة اللي تفيدني في الوصول للمتهم او للجاني في الجريمة اللي طالع موضوعها ايه؟ اللي طالع موضوعها في امر ايه؟ في امر التفتيش. طب اذا ظهر بقى غرض اثناء التفتيش مثل وجود اشياء بتعد حيازتها في حد ذاته جريمة او بتفيد في كشف حقيقة في جريمة تانية، هنا بيجوز لمأمور الضبط القضائي طبعا ان هو يضبطها او ان هو ياخدها. يجب ان يحصل التفتيش بحضور شاهدين، والشاهدين دول بيكونوا بقدر الامكان من الاقارب البالغين، اقارب المتهم ده او الشخص اللي هيتم تفتيشه، او من اللي بيكونوا قائمين معاه في المنزل او الجيران، يعني على قدر المستطاع بنشوف الاقربين ليه اللي هما بيكونوا شاهدين، وطبعا بيتم اثبات ذلك وكل بياناتهم فين؟ في المحضر، وذلك اذا كان تفتيش المتهم بيتم طبعا بناء على ايه؟ على رضاه. طب ايه الحكمه في ان انا بعمل كده؟ لان انا ممكن بعد كده اجيبهم كشهود، ممكن بعد كده اجيبهم استدل بيهم في اللي هم شافوه اثناء عمليه التفتيش وجمع الادله والاستدلالات. يبقى في الحاله دي انا بجيبهم عن طريق ايه؟ ان انا خدت بياناتهم واثبتها في ايه؟ في محضر. اذا كان بقى التفتيش بناء على اذن من النيابه، فانه يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه ان امكن. فهو ليس شرط الحضورية لصحة التفتيش وليس وجوبي. يبقى إذا كان التفتيش بناء على إذن من النيابة العامة، هنا بيحصل التفتيش بحضور مين؟ المتهم أو من ينيبه. طب إذا عثر بقى إذا عثر مأمور الضبط القضائي أثناء تفتيش منزل المتهم على أوراق مختومة أو أوراق مغلقة، أو مثلا بيلاقي، فلا يجوز ليه إن هو يعمل إيه؟ ما ينفعش يفضها أو ما ينفعش يفتحها أو يشوف إيه الأوراق اللي موجودة دي، أو ينزع منها الأختام، يعني يشيل منها الأختام. في الحالة دي بيعمل ايه؟ بيسلمها الى النيابة العامة اللي هي جهة التحقيق. يبقى مش من حقه ان هو يعمل ايه؟ ولا يفض الاختام ولا يفتح الورق ولا يشوف ايه اللي موجود فيه. طب لمأمور الضبط القضائي بقى ان هو يضع الاختام على الاماكن اللي بيكون فيها اثار او بيكون فيها ادلة او بيكون فيها مثلا بصمات، بيكون فيها حاجات بتفيد في الوصول الى المتهم. في الحالة دي انا من حقي كمأمور ضبط قضائي اضع عليها ختم واقفلها وعين عليها حارس عشان امنع العبث او امنع اي شخص يخش في المكان ده ويضيع اي معالم او اي ادله بتفيدني في الوصول الى المتهم. على النيابه اذا رأت ضروره هذا الاجراء ان هي ترفع الامر لمين؟ الى القاضي الجزئي عشان يقره او يوافق عليه او يطلع امر بيه. طب لمأموري بقى الضبط القضائي ان هم يضبطوا الاوراق طبعا والاسلحه والالات وكل حاجه بيحتمل ان هي تكون استعملت في ارتكاب الجريمه وكل اللي بيفيد في كشف الحقيقه، تمام؟ يبقى هم كمأمور ضبط قضائي بيضبطوها، يعني بياخدوها. تعرض هذه الاشياء على المتهم عشان يبدي ملاحظاته، هل الاشياء دي بتاعتك؟ هل انت استعملتها؟ هل الاشياء دي تخصك او ما تخصكش او بتاعه مين؟ يبقى بيتم عرضها عليه عشان يبدي ملاحظاته عليها كمتهم. وبيتم عمل طبعا محضر بيها بكل الاشياء اللي هو ضبطها كمأمور ضبط قضائي، وطبعا بيوقع عليه المتهم، او لو رفض يبقى بنكتب ان هو المتهم رفض التوقيع. توضع الاشياء المضبوطه في حرز مغلق، لازم يكون حرز مغلق، وبيكتب عليها كل البيانات اللي بتعرفني جوه الحرز ده في ايه، عشان لما اروح اسلمه للنيابه النيابه تبقى عارفه الحرز ده ايه وايه اللي موجود فيه وبخصوص مين وايه الجريمه ومين الشخص. لا يجوز فض الاختام الموضوع على هذه الاشياء الا بحضور المتهم نفسه او الوكيل اللي هو المحامي بتاعه ومن ضبطت عنده هذه الاشياء. طب تفتيش المكان بقى والدخول فيه، هنا بيهدف تفتيش المكان طبعا ان انا ببحث عن اي دليل بيتعلق بالجريمه زي ما لسه قايلين، واجراء التفتيش بيقتضي بداهه ان انا ايه؟ هدخل المكان، ما هو طبيعي انا هفتش المكان يبقى لازم ادخله. طيب لا يجوز بقى لرجل الضبط السلطه لرجل السلطه ان هو يدخل في اي مكان او في اي محل مسكون
الا في الاحوال اللي تم تبيينها اللي احنا لسه قايلينها من شويه في القانون، اللي هو لازم يكون معاه ايه اذن بدخول هذا المكان وتفتيشه، او في حاله طلب المساعده من الداخل، في مثلا حريق جوه المكان، في حد بيستغيث جوه المكان ان في حد اعتدى عليه بيسرقه هيقتله بيضربه ايا كان. في الحاله دي اسمها ايه؟ في الحاله دي اسمها حاله ضروره. هو بيهجم على المكان بالفعل من غير ما ياخد اذن. ليه؟ لان لقى ان في استغاثه من داخل المكان. هنا في الحاله دي تعتبر ايه؟ حاله ضروره. طب التحقيق بقى الابتدائي، صدر قانون تحقيق الجنايات الذي نص فيه على الاخذ بمبدا الفصل بين سلطه التحقيق وسلطه الاتهام. اصبح هنا التحقيق منوطا بالنيابه العامه، يبقى التحقيق هنا اللي مختص بيه هو النيابه العامه، سواء بالنسبه للجنايات او بالنسبه للجنح. طب قرارات بقى النيابه العامه بتتسم بصفه عامه بايه؟ ان هي عندها حيده وعندها موضوعيه. احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان النيابه العامه ايه؟ ولا مع المتهم ولا مع الجاني. انا في الحاله المجني عليه، في الحاله دي انا ايه؟ انا عندي حيده، يعني انا ولا معاك ولا ضدك. انا في الحاله دي انا بمثل المتهم او بدافع عن حقوق المتهم، بان انا بثبت عن طريق التحقيق ان الشخص ده متهم او بريء. يبقى انا في الحاله دي بتمتع بايه؟ بالحيده والموضوعيه كايه؟ كنيابه عامه. وبالتالي بات مقبول جمعها بين صفتي الاتهام والتحقيق. ليه هنا بتكون جمع الصفتين؟ عشان هي عندها ايه؟ حيده وعندها موضوعيه. يبقى في الحاله دي من حقها ان هي تجمع بين ايه؟ الصفتين، او مقبول ان هي تجمع بين الصفتين اللي هي صفه التحقيق وصفه الاتهام. طب ندب قاضي بقى للتحقيق، اذا رات النيابه العامه في مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعاوي بمعرفه قاضي التحقيق اكثر ملائمه بالنظر الى ظروفها الخاصه، جاز ليها في اي حاله كانت عليها الدعاوي ان هي تطلب من مين؟ من رئيس المحكمه الابتدائيه ان هو ينتدب احد قضاة المحكمه لمباشره ايه؟ هذا التحقيق. طب ينعقد بقى الاختصاص لقاضي التحقيق اذا كان قاضيا في المحكمه ايه؟ في المحكمه الابتدائيه. الكائن في دائرتها مكان اقامه المتهم، اللي هو المكان اللي بيقيم فيه المتهم او اللي فيه المكان محل الجريمه، او المكان اللي ارتكبت فيه بالفعل الجريمه، او المكان اللي تم القبض فيه على هذا ايه؟ على هذا المتهم. طيب هننتدب بقى مستشار للتحقيق. هنا احنا انتدبنا قاضي، هنا هننتدب مستشار. هنا بقى وزير العدل من حقه ان هو يطلب من محكمه الاستئناف ان هي تنتدب لي مستشار عشان يحقق في الجريمه اللي هي الجريمه اللي امامه، او الجريمه اللي حصلت بالفعل، او جرائم من نوع معين، بعض الجرائم معينه من نوع معين ايه؟ من الجرائم. هنا بيكون الندب بقرار من مين؟ من الجمعيه العامه لمحكمه الاستئناف. خصائص بقى التحقيق الابتدائي، سريه التحقيق الابتدائي وتدوين التحقيق الابتدائي. يبقى عندي خصائص التحقيق الابتدائي اتنين، السريه والتدوين. تعالوا نبتدي اول حاجه باولا سريه التحقيق الابتدائي. تقتضي سريه التحقيق امرين، اول امر عدم جواز حضور افراد الجمهور لاجراءاته وعدم نشر محاضره او الاطلاع الغير عليها. ليه؟ هو هنا المتهم طول ما انا لسه بحقق معاه وبجمع الادله وبشوفه هو متهم ولا لا وبحقق معاه في القضيه، هل هنا انا اثبتت ان هو متهم؟ لا. لو اثبتت ان هو متهم يبقى خلاص انا كده عرفت ان الشخص ده متهم. طب لو انا لسه ما اثبتش ولسه بيتم التحقيق، يبقى الشخص ده يعتبر بريء في نظر القانون الى ان تثبت ادانته. طب لو انا بقى نشرت الكلام ده في الجرائد او وسائل التواصل او وسائل التلفزيونيه المسموعه والمقروءه ايا كان، لو الكلام ده طلع بره النيابه وتعرف ان فلان بيتم التحقيق معاه او ان هو بالفعل مدان في جريمه، يبقى في الحاله دي ايه؟ شهرت بالشخص وهو ممكن يطلع بريء، ممكن لما حقق معاه يطلع بريء. يبقى في الحاله دي ايه؟ ما ينفعش يتم حضور افراد الجمهور اثناء التحقيق، ولا ينفع طلوع اي معلومات تخص هذا الشخص بره عملية التحقيق إلا لما يتم إثبات الحكم إيه؟ عليه، أو يتم إثبات إدانته. الأمر الثاني بقى، يلتزم كل من يتصل بالتحقيق بحكم وظيفته أو مهنته بعدم إفشاء أي معلومات بتتعلق بإيه؟ بإجراءات التحقيق لسه قايلينها أو النتائج. ليه؟ زي مين طب الأول؟ زي قضاة التحقيق وأعضاء النيابة اللي هما بيكونوا حاضرين طبعا التحقيق أو اللي بيحققوا أصلا، ومساعديهم من الكتبة اللي هما اللي بيكتبوا، والخبراء. زي ما لسه قايلين ليه؟ لان الشخص ده بريء الى ان تثبت ادانته بالفعل ايه؟ نتيجه التحقيق. من يخالف ذلك بيعاقب طبعا بايه؟ لو اي فرد من الافراد دي خالف التعليمات دي او خالف القانون ده، بيعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور او بغرامه لا تتجاوز 500 جنيه. طب يمتد الحظر بقى بيشمل كل شخص ايا كان فيهم، بمن فيهم المتهم
المتهم نفسه، ما ينفعش ان انت كمتهم او المدعي بالحق، ان انت ايه المدعي بالحق المدني، ان انت تنشر اي اخبار خاصة بالتحقيق او خاصة بالقضية، موضوع ايه موضوع التحقيق. طيب اذا كانت بقى سلطة التحقيق قررت اجراءات او اجراءه في غيبة الخصوم، او كانت قد حظرت اذاعة شيء مراعاة لنظام العام والاداب، في الحالة دي بيظل الحظر قائما الى ان ينتهي التحقيق طبعا والتصرف فيه بان الشخص ده متهم او لا. طب جواز اجراء التحقيق بقى في غيبة الخصوم في حالتي الضرورة والاستعجال، يجوز للمحقق ان هو يباشر التحقيق مباشرة، اي اجراء التحقيق مثل سماع الشهود او المعاينة في غيبة الخصوم جامعهم او بعضهم، متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة، هو لقى ان ده ضروري عشان يتم ايه اظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة بيبيح لهم طبعا ان هم يطلعوا على التحقيق. طب يجب بقى ان يبين في المحضر الذي اتخذ تاريخه وساعته وتحريره ويوقع عليه من مين؟ من المحقق وكاتب التحقيق. المحقق لازم يوقع عليه ولازم كاتب التحقيق يوقع عليه. هنا بقى بيقول ان لا يلزم ان يوقع الخصوم والشهود على اقوالهم في المحضر، مش شرط يوقعوا عليه، وكذلك لا يلزم ان يوقع المتهم، برضو مش شرط توقع على ايه على اعترافك او على ايه التهمه اللي منسوبه اليك في المحضر، ما دام المحضر موقع عليه من مين؟ من المحقق ومن الكاتب. طيب تدوين بقى التحقيق الابتدائي. تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص، لازم طبعا يكون التدوين اللي هو تدوين التحقيق امر لازم، وطبعا ده لازم يحصل حتى يكون حجة على الكفة. انا دلوقتي لما دونت كل اللي انت قلته في محضر، في الحالة دي هينفع تيجي تقول انا ما قلتش؟ لا طبعا، المتهم في الحالة دي مش من حقه يجي يتراجع عن اقواله او يقول انا ما قلتش الاقوال دي، او انتوا بتتبلوا مثلا عليا، او انتوا بتقولوا الشهادة زور ضدي. في الحالة دي ايه اللي يثبت؟ المحضر اللي اتكتب، اللي انت قلت فيه اقوالك واتكتبت بناء على مين؟ على كتابة من كاتب التحقيق. بيتم التدوين طبعا اللي هو تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص تحت اشراف مين؟ المحقق، وطبعا بيدون بخط الايد. طب يبطل بقى التحقيق الذي يدونه المحقق نفسه، ليه؟ عشان هنعرف دلوقتي ان المحقق لازم يكون متفرغ للاسئله، متفرغ للمواجهه، متفرغ للمواجهات وللتحقيق وللاسئله وكل اللي بيحصل منه كمحقق. هنا بيتفرغ ليه امتى؟ لما يكون هو بيعمل ده امتى؟ لما يكون متفرغ للتحقيق، عشان كده بيبقى معاه كاتب للتحقيق. فما ينفعش التحقيق يتم كتابته مين؟ عن طريق المحقق نفسه. بيختلف محضر التحقيق عن محضر الاستدلالات اللي بيحرره بحسب الاصل نفسه مأمور طبعا الضبط القضائي. طب حضور بقى كاتب التدوين امر لازم لسه قايلين، ليه؟ عشان يتفرغ المحقق للعمل الفني بس، وذلك طبعا للضمان لايه؟ لدقة التدوين ولدقة التحقيق. طب امساك بقى دفتر حصر التحقيقات وتحديث البيانات بتاعته اول باول، هنا بتعتبر دفاتر حصر التحقيق او التحقيقات هي المرجع الاول عشان نقدر نعرف ايه هي خطوات القضية اللي تمت من الاول لحد الحكم فيها، وطبعا ده بيكون سجل لحصر القضايا وكل انواع القضايا وبيان ايه اللي تم الحكم فيه. طب استخراج بقى كشوف ببيان ساعة فتح وغلق الجلسات طبعا، واسم هيئة المحكمة اللي كانت بتنظر الجلسة، وتوقيع الاستاذ وتوقيع رئيس المحكمة. يجب على سكرتير الجلسة ان هو يكتب اسمه بخط واضح طبعا عشان حجة عليه ان انت ده اللي كتبته، يبقى انت اللي مضيت باسمك بخط واضح على اللي انت كتبته في المحضر. طبعا في كل جلسة بيومية الجلسات، وبيرصد بيانا في نهاية كل جلسة بما قدم من جلسات او من قضايا لهذه الجلسة، وايه اللي تم الحكم فيها وايه اللي تم التأجيل فيه بالتفصيل. طب كيفية بقى تحرير المحضر وبياناته الجوهرية وتوقيعه؟ هنا اوجب القانون تحرير محاضر التحقيق بمعرفة مين؟ قلنا كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة، الذي عليه ان هو يتحرى الدقة طبعا، بيكتب الكلام اللي بيتقال بالظبط والوضوح والنظافة في التدوين، ما ينفعش يقعد يشطب، ما ينفعش يغير الكلام، ما ينفعش يكتب كلام تاني او كلام مش مفهوم. يبقى في الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ هو لازم يكتب الكلام بمنتهى الدقة فين؟ في التحقيق او في المحضر. يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به، ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم طبعا المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل بها واسم كاتب التحقيق طبعا اللي هو كتب التحقيق، وتاريخ التحقيق والساعة ووصوله طبعا إلى عضو النيابة ووقت قيام عضو النيابة بالتحقيق. طب يجب بقى تحرير محضر التحقيق لازم لسه قايلين بخط واضح، وكل صفحاته بتترقم بالتسلسل 1 2 3 4 وتكون بارقام طبعا متتابعه زي ما لسه قايلين، ويوقع كل من المحقق
عشان ده يبقى حجة عليه ان هو اللي اتقال بالظبط كتبه والكاتب بامضائه بعد الانتهاء من سماع طبعا اقوال مين؟ الشاهد او المتهم وتوقيعه بنهايته. طب يثبت بقى في المحضر اسم مين؟ اسم المتهم واسم شهرته لو ليه اسم شهرة ان وجد طبعا، وتاريخ ميلاده باليوم وبالشهر وبالسنة وجهة الميلاد اللي هو اتولد فيها والمحافظة وجنسيته، يعني كل بياناته من واقع بطاقته سواء الشخصية اذا كان اعزب او البطاقة العائلية اذا كان متزوج. بيدون بقى اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وايه علاقته بالمتهم، وبيدون رقم بطاقته. ليه بعمل كده؟ عشان انا ممكن اجي قصاد النيابه، ممكن اجي قصاد المحكمه اطلب ايه؟ اطلب سماع شهاده الشاهد ده، اطلب منه ان هو يقلب شهادته مره تانية. يبقى في الحاله دي انا لازم اكون عامله ايه؟ عشان اقدر اوصل للشاهد ده اكون انا اصلا ذكرت بياناته، كل بياناته من واقع ايه؟ من واقع البطاقه الشخصيه. يجب التنويه عن اذا كان هذا الشاهد شاهد اثبات او شاهد نفي. هو يعني ايه شاهد اثبات وشاهد نفي؟ شاهد الاثبات بيجي يقول ايه؟ في واحد اسمه آسر جه قال ايه؟ ايوه انا شفت ان نهى عملت الجريمه، وبالتالي نهى كانت لابسه كده، ونهى كانت في الوقت ده موجوده فعلا في مكان الجريمه، وكان في ايديها السكينه، ونهى هي اللي موتت الشخص ده. يبقى ده اسمه شاهد ايه؟ اثبات. يعني قال ان انا بالفعل عملت الجريمه، يبقى اللي هو بيقوله بيثبت عليا الجريمه. اما شاهد النفي، شاهد النفي بيقول لا، مش دي اللي كانت بتعمل الجريمه، مش دي نهى اللي انا شفتها بتعمل الجريمه. يبقى في الحالة دي هو ده الشاهد اللي بيبقى معنى وجوده أو معنى شهادته بينفي عني حدوث الجريمة. بكده احنا النهاردة وصلنا لنهاية حلقتنا أو وصلنا لنهاية شرحنا لمادة مبادئ قانون الإجراءات الجنائية. بتمنى إن شاء الله أن أنتم تكونوا استفدتوا معايا في حلقة النهاردة واستفدتوا من شرحنا. زي ما احنا متعودين إن أنا بستنى أي سؤال منكم أو أي استفسار على الفيديو بتاعنا اللي بينزل على موقع قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب. إلى أن أراكم مرة تانية إن شاء الله على خير. دعواتي القلبية ليكم بالنجاح والتوفيق، وإلى اللقاء.